من العاصمة الفرنسية باريس معنا موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد موسى. بداية، الجيش الأمريكي يحذر طهران من مغبة إغلاق مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن أن يكون من الممكن أن طهران قادرة على إغلاق المضيق واقعيا، وهل هي مستعدة لهذا الأمر؟ أحييكم وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. في الحقيقة نحن في البداية لابد أن أقول وأشير إلى تقريركم، ثم أعود إلى سؤالك باختصار شديد. يقال في مثل إيراني: عندما تقلب الأرض بترابه فإن الثيران يبدون بضرب الآخر بقرونهم. نعم. بمعنى عندما تصبح الظروف صعبة تبدأ الصراعات فيما بينهم. نعم. بين أحمد نجاد وروحاني وغير ذلك، لأن الوضع صعب جدا. عودة إلى سؤالكم حول موضوع إمكانية النظام الإيراني لمزيق لإغلاق مضيق هرمز. سبق ولعدة مرات النظام الإيراني ادعى مثل يعني أطلق مثل هذه المزاعم، مثل هذه الدعايات، لكن الأمر طبعا يتوقف عند الصرامة التي يواجهها نظام الإيراني من قبل المجتمع الدولي وكذلك من الدول الجوار. النظام الإيراني نظام ابتزاز، نظام يعتمد على مثل هذه الدعايات، ولذلك يستمر إلى حد الذي يواجه الصرامة الحقيقية على الأرض. وإذا وجدت مثل هذه الصرامة، مثلما شاهدنا مثلا في عاصمة الحزم في القضية اليمنية وقضايا الأخرى، نجد بأن النظام سوف يعود إلى ثوابه. من غير ذلك، إن لم تكن هناك يعني صرامة، فإن هذا النظام سوف يستمر بعنترياته، فسوف يستمر بمثل هذه التحديدات. ولكن عمليا ومن الناحية يعني طيب، أنت أشرت إلى نقطة الصراع بين هذه الإمكانية ضعيفة جدا. أنت أشرت إلى الصراع بين روحاني ومحمود أحمدي نجاد، يعني ما هي الفائدة التي تعود على محمود أحمد نجاد بإطلاق تصريحات مثل التي أطلقها مؤخرا، وما هي مآلات هذا الصراع؟ في الحقيقة الآن النظام الإيراني وبعد الانتفاضة المباركة التي امتلأت في 28 ديسمبر 2017 واستمرت حتى الآن، وعجز نظام عجزا تاما من إخمادها، فإن النظام يشبح بالسفينة تغرق. هذه السفينة مسحوبة وإنها تغرق اقتصاديا اجتماعيا سياسيا. لذلك حاول يعني كأحمد نجاد وغيرهم الآن يريدون يطرحون أنفسهم كمنقذ للنظام بلاية الفقيه المسحوب وآية إلى السقوط، وكل واحد يقول بأنه يستطيع إنقاذه، لكن في الحقيقة هم يعرفون بأنه لا أحد ولا جهة سواء المسمى بالمتشدد او الاصولي او الاصلاحي وغيره لا يستطيع ان يزمن ابدا، لانه الشعب بعد طيب اربع سقوط. لماذا هذه المكابره من قبل السلطات الايرانيه؟ يعني الريال الايراني في اتعس حالاته على مر تاريخه، ايضا الاقتصاد الايراني منهار، عقوبات اقتصاديه شديده من قبل الولايات المتحده الامريكيه، بالمقابل يخرج لنا خامنئي ويقول أنه لا يوجد ما يثير القلق، ومحمد جواد ظريف يقول أن خطة أمريكا في إنهاء التصدير الإيراني للنفط إلى الصفر لن تنجح. يعني لماذا هذه المكابرة؟ الملالي في أزمة خانقة، وكل الكلام الذي يقولونه 180 درجة له صحيح، يعني العكس هو الصحيح. ولأنهم في معزق خانق الآن، النظام وولاية الفقيه المرشد وكذلك وزير خارجيته هم يعرفون أن العقوبات قبل 2015 وقبل 2013
هذه العقوبات هي التي فرضت نفسها على النظام الإيراني، وحتى أجبر النظام أن يأتي ويتراجع إتراج استراتيجيا عن المشروع النووي التقليدي ويقبل اتفاق النووي. وهذا الاتفاق النووي فشل، لأنه حتى كل الأموال التي أطلقت لم يستطيع النظام يعني يغير الوضع الاقتصادي، لأنه بسبب النحب الممنحج. طيب هل تعتقدون أن ترامب الناحب يعني لم تبقوا شيئا وإحجار الثروات؟ طيب هل تعتقدون أستاذ موسى أن ترامب عازم على تغيير النظام في إيران؟ هذه نقطة جوهرية يا أخي العزيز ويا الإخوان في قناة الرافدين والقنوات. أبدا، لا جهة في العالم، لا جهة في العالم لا تريد إسقاط النظام سوى الشعب الإيراني. كثير من الجهات في تناقض في الخلاف مع النظام صحيح، لكن لا جهة في العالم سوى الشعب الإيراني وحده والمقاومة الإيرانية وحده. هم الذين يريدون إسقاط النظام حقيقة. أي جهة في العالم حتى إذا تزاربت مصالحها مع النظام الإيراني فإنهم لا يريدون إسقاط النظام. إن الشعب الإيراني ومقاومتهم وحده هو الذين يريدون إسقاط النظام الإيراني. نعم، عضو اللجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني سيد موسى أفشار من باريس، شكرا جزيلا لك.